أهلا بكم محبي مسلسل الميراث، إليكم توقعات الحلقة 328. اشترك في القناة وفعل زر الجرس لكي يصلك كل جديد، ودعمنا باللايك لكي نستمر في نشر المزيد. طلال الذي يتخبط مع نفسه الآن بعد معرفة حامل سحر يوري ويرجع نفسه، كيف سيتخلص الآن من هذا المأزق الذي وضع نفسه فيه؟ وهل سيكشف عن هذا الزواج الذي سيرفع رأسه أمام الجميع أنه بإمكانه الإنجاب على عكس الإدعاءات التي صدرت من طرف؟ فهل سيقرر طلال أن يعلن عن زواجه قبل ولادته؟ شاهدنا في الحلقة السابقة عندما فهد تكلم مع يوسف وقال له أنا علاقتي معكم شهد. أتوقع أن فهد يطلب يد شهد من يوسف وسيحكي له عن قصة حبه هو وشهد ويطلب المساعدة من يوسف، لكن هل يوسف سيوافق على هذا الزواج؟ شهد وفهد بدون شروط ويدع زيد يلعب على راحته. هذا ما سنشهده في الحلقة القادمة.